بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثناء لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. وبرنامج كني له تمناد أحكام القرآن وتجويده برنامج كنا له تمناد وحين قطعت لنا صفات كعرض قراءة كويت وان صفة كقوان قيد كميدا ينقصوا قابل دوننا ورغم صوت الشيخنا يوحي كقوان عيان الإظهار والإقسام والإقلاب والإصفاء والتفخيم والترقيق والمد والقصر والسكت والحركة والسكون كويت وان كذلك كقوان عيان عشان كنو قدم بشاني تمناد وحين قطعتني وقوكرا دقديقني فرطيقة ودحية حروفته والأكسدان مخرج كي سفادة حروفته مركي مخرج كي والأكسدان سفادة الوصاعة مركي سفادة والأكسدان مخرج كي وقوك الصاعة سيدوه كلا سفادة كينا وقاية سميان قوية هي ضعيفة سيدوه كلا حروف في جايقة خمسة أقسام من النغضان قوية ضعيفة قوية أقوى ضعيفة أضعف متوسطة إلا ستة قيمات برامجك صفات كان الله للي أن تصدو دوغني لبي طبان قيمات برامجك نشان تمنات انت سأياك صقع احني برامجك نحكام القرآن وتجويد قيمة اللحية تمنات وحين وكوخيح دوننا صفات العربية دور جاردة فيرين دوننا إن شاء الله النون الساكنة هاي تعي ما هو التنوين؟ ما الفرق بين التنوين والنون الساكنة؟ أحكام النون الساكنة والتنوين مرك الله في رشتي لا تنك حرف نون ساكنة والتنوين تحكام تضوى ميقة مرك الله في ريو دي لا تنك حرف حروف هجاية وعندي الدرمة والإظهار والإدغام والإغلاب والإخفاء سيدوك الإظهار يعني وحن أفير دوننا من جانب اللغة من جانب الاصطلاح من جانب الحروف من جانب عدد الحروف من جانب جمعها من جانب العلة من جانب محل الاتفاق من جانب محل الاختلاف من جانب الانقسام من جانب الصور من جانب التصميمية إلا تبدأ جانبها كثيرا دوننا إظهار كنا برنامج كنا أحكام القرآن وتجويدي قيبت اللي هي تغنات انت هيك سكوا بدونا سؤال شكوا بعد هل إلى هذا نون ساكنة نون ساكنة وهل إلى هذا وحرف قاف وكم إذا حروف الهجائي 29 حروف تغلق الهجائي على فحمرها سقال يلا نعطيك حرفها ساكنة محل قوضة ساكنة محل قوضة وحركة أمرها العارية عن الحركة حقا بيكو سقناتا فهيكو سقنا تابع الهيري في اللفظ والخط والوصل والوخف وفي الأسماء والأفعال والحروف وتكون متوسطة ومتطرفة فهيكو موضع بيكو سقنا تابع اللفظ يهام بي سقنا تابع والغنى واقع حق قرال كي سقنا تابع خطاهم وصل كلمة ملك الحرنة يهي سقنا تابع وغف هذه كلمة اللي يستيقوا سقنا تابع اسماد كسوغناتا افعاش كسوغناتا حروف كسوغناتا محل كسوغناتا طرف كسوغناتا انت كسوغناتا توين محل يرا له توين هيدو عليها نون ساكنه زائده تلحق اخر الاسم لفظا ووصلا وتفارقه خطا ووقفا دليل هذا ونون ربا زائد ماء اسم اخر كيشي كسا هو غام بكشاع حق الخوقة هي حق حرير كمان كلمة للحبيبية لكن قرار الآن طمقه هذه كلمة اللي قوي استعجنا في فارغ راح وقت يجي مسوق معنا شو خب أهم مسوق نعته لما قرر التوين ما الفرق بين النون الساكنة والتوين أو كلا فرق هي النون تساكنة لا هي التوين أو كلا فرق هي لا شم فرق ولا شيء جنة أولا نون ساكنة وهي نقطة أصلية أصلية نقطة نون ساكنة وهي نقطة أصلية معناها كلمة أصل كذا كسا أنعمت أوكلة زائدة وهي نقطة أصلية فانطلق ثم
وينتو لكن ما نغطو إلا زايد نويه. ثانيا نونتو حيقصو قناعتا لفظيقة خطكا سوينتو لكن حيقصو قناعتا لفظيقة خطكا قبصو قناعتا. ثانيا وحان لري نونتو حيقصو قناعتا لفظيقة نوخا يا خطكا طبالبا لكن توينتو خطك كما سقناته لفظي كما سقناته وقعان وكنا واقعي كرتا لكن قرع الله لا مقرأ توينت. ثالثا نونتا حيكو سقناته واصلي وقف مالكلمة اللي حريرنا هي واسقناته وقف كان واقو سقناته مالكلمة اللي قوشتاز لكن توينتو واصلي كما سقناته مالكلمة اللي حريرنا لكن وقف كما سقناته وقف كما حالي رشاي مالكلة توينيو هدو قدنيا هي عما هو سبقنيا هي توينت والله حد فاه هدو كرد قدنيا هي توينت ألف باللوقة دياه إلا ها أتعني تمي يا إمي الشيء تعبي وعلي إلى العيادة توينت مروح بوا ولا حد فاه رد على حالها هو سبقة كرد قدوب إنت واف راجعا نونتو حياتا أصمابا أسعاشا إنت بويد على توينت لكن وعا أصمائها المدعا يعني خامسا نونتا كلمة دا حبطا كذا نويد على آخر كلمة ما دعوه لكن توينتو آخر كلمة ما أرميها الكلمة دعوه هذا يمكن نونتو ساكنة دي توينتو مركز حروفي جاي بيسدي لا تنك عرف الله كل ما أفر حقوق بيقاتان إظهار بقام إخلاب إخفاء بيقاتان وحن قور مريض دوما إظهارك طبان جانب بان كثيرين دوما طبان سؤال بس كويتين دوما من جانب اللقة هل ويرا اللقة إظهارك البيان والإطاح إلا عم حال ويرادة إخراج الحرف المظهر من مخرجه من غير غنة كاملة حرف كي هو مظهر كها ولا رسو صار مخرج كيسي أيضا لغنينين أقولنا هذا ما يسترن إسجرين من جانب حروفي ما قوي حروفي عدد حروفي وستة الهمزة والها والعين والحاء والغين والخاء حال وجمعية من جانب جمعية في كلمات النصف الأخير من البيت الآتي من استزاد فقل يا زائدا نذر من غاب عني حبيبي حمني خبر من استزاد فقل يا زائدا نذر أفكر ربا المرادسة وينو أحكر الرصدر ربا أفكر صو فقل وحاطر هذا من استزاد فقل له يا زائدا نذر إذ كان في ردي سؤال أحد كتايو من غاب عني حبيبي همني خبر حبيب كي قادو يغتقو همني خبر وركيسو آد بويمو بنايا مركو علي حرف حروف تان لحدة بين منت ساكنة بها دبضا عام منت ساكنة بها من كلمة اللي حيث عمل لبكلمة لكن توهنتو لبكلمة ما روح كلمة عضو عواجيب يبالي إبهار مركو من جانب الحكم حكمك مرك الله فيريو حروفان حروف حلقية مرك الله يلو نمطة يتوين تنح يكدب نعان حكم كل حنو قرية وجوه الإظهار إظهار كاسا محالو قمقا عبا إظهار حلقية محالو قمقا عبي إظهار وحالو قمقا عبي لدهور النون الساكنة والتوين حلقنا وحالو قمقا عبي لخروج حروف الإظهار من الحلق حروف إظهارك وخصوا بحي لنت من جانب العلة إلا تظهر مخرج كنونتا يتوينتا هي مخرج كحروف حلقية وكل فجين نونتا يتوينتا طرف بك صباحان لكن حروف حلقه أخص الحلق بك صباحان حلق بك صباحان ولكن نونتا يطرفك كان في كل ديروي أدراد يبقى مكا يظهر كنتا بحيث كله معنا لكل حقرين كلا محل اتفاق وعلم معنا قراد يسكوها فقصين وهمزبي هذا عنك يا محل اختلافك وغير يا خاء او جعفر واخفي يا ربي الا تخفي انا وخلي لو لا حرف اخف لسانك او قافك يا كافك لولو يقول لي وزن حروف اخفاء هاي الضمة حروف الشيطان كانت في كتير من جانب الانقسام اظهار حلقية اظهار مبلغة اظهار شفوية اظهار قمرية أفرطا إظهار بالوقعي بيها إظهار كحلقية ومسكا نقودها وبجرنا قول لها حروف حلقية قاطة كسأل يا إظهار حلقية ومانت أمشرح إني به حد
إظهار مطلقنا شن كلمة ولا يلا واحد قرآن كشنا يلا من يلي إظهار مطلق والدنيا يتنوان يسنوان يبنيان بعد يلا أنت كلمة لا إظهار شفوي أنا مين كساكن هذا عدي بعد ولا عدو حليل هذا وإخفى أرميهم بحجارة عدي مين كلا تبعد عدنا وإدخام ولكم ما كتب على الوالح يلا تنك حرف وكسر هرطية وإظهار إظهار كان إظهار شفوي يا إظهار غمري أنا حكم رمضان تاع لامك غروبته أفرق تون حرف ويبقي حجك وخط عقيمة ذيك أنت مران إظهار كذا إظهار غمري يا ليلى إظهار كم لك أفرق تقي ودوي حقيقة الإظهار وجانب لقى فيرني يا تيلا جانب كاسو حقيقة الإظهار كم لك فيرنو تعالي نونت ساكنين توينت ألم سكتين نقطي واضحة أنقل ما كاميرا اللهين وأنا أقول هذا الشيء بجانب الصور ما كلا فيري واش بيت يطبن صورة بيت يطبن كالصورة صدح هذا اللي حلو قلو فرايا هاي حرف إظهاركو تفضل عابة لنون ساكنة بلاش هذا في كلمة أو في كلمتين توينت أو كلا لا يكون إلا في كلمتين ساد راد المركز صدح هذا صدح صورة أنا كويسة فأنت نونتي ساكنة بعد أو كلمة كسر عمل كلمة يتوينتي وفي كلمتين صدع صورة صوما صدع صورة حروف حرف يوم هذا يعني لحرف يعني حرف كل فوق حاسوكم عن غنية 18 من غنية أمثلة بكل من خير كتاب أنزلناه واسع عليم من علم من حسرة إن أنت ينأون ينعق وتنحتون وهلو مجر برنامج كنا أحكام القرآن وتجويدي خيبتا لحية طبنات هل كان يقصد بالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.